بتعرف إنه دفعنا كل مصرياتنا للبراد الجديد تنشتري أحسن أنواع السمك؟ بس بيستحق كل هالمصريات. البراد، السمك، الحرارة، المولد. السمك لحظة، ما تتهور، الريحة، السمك. خليل حبيبي، خليل بعدني بقدر أنقذهم. لا يا حبيبي، كله راح، بدي يطلع من هون. منعطرهم ومنبيعهم للناس اللي ما بيشموا. راحت على السمك، بس نحنا ما انتهينا. عندي فكرة عظيمة، برجع بشتغل كمؤدي مشاهد خطيرة. راحت علينا. يوم من الأيام كنت مؤدي مشاهد خطيرة. الناس كانت بتدفع مصاري كتير عشان تشوفني. القفز بالدراجة، مشاهد القتال، لك كتير شغلات. ايه زمان. هلا شوف. لازم شوف. بعتقد انه فيني ابدا اتعلم القفز بحوض ضحل. بظن انه فيني ابرح بهذا المجال. هيدا هو. شو هيدا؟ حوضك. حوض؟ هيدي كبايه مي. هيدا حوض صغير. انت قلت بدك تنط بحوض صغير. حوض صغير؟ انا قلت حوض ضحل. انا قلت بفكر اني اتعلم نطفي. ولك انت صاحي، كيف بدي نطفي هيدا؟ من على ارتفاع 100 قدم. شو؟ كيف بدك تنطفي من ارتفاع 100 قدم؟ شو؟ من دون ما تطرطش. شو؟ شوف، حوض ضحل ولا كباية مي مش مهم. المروش كان متحمس كتير وقال بحياته ما شاف هيك شي. أكيد ما شاف، لأنه شغلة مستحيلة. ما في شي مستحيل. ها؟ هيدا هو اسم البرنامج. الرعاة حبوه كتير. رعاة؟ بيعتقدوا إنه حيبيع جمهور من جديد؟ جمهور كتير. بس هيدا مستحيل. حتى هيدا لقيت له الحل. فرجيني. عجيب، هالشي عجيب. شو ناوي تسميهم؟ الفرامل النفاثة، ممكن يوقفون أي سقوط من على أي ارتفاع، بس بيكونون جاهزين بعد ما نخلص فترة الاختبار. جيب لي هاللعبة العجيبة. أنا؟ أنت يلي حطيتني بهالورطة. أنا ما رح أسرق. أنا ما قلت هيك. كل اللي بدك تسويه ما رح سويها. طيب بس مستحيل. لكن بستعيره، بس ما رح خبره.
الرياضة بأثقال المعصم والكاحل وايد مفيدة. معلم قلت لك مندبره. هلا البوس هيدول بلش العرض. شجع مع هيدا جهاز كل شي بيصير ممكن. بعتذر. عفوا. لاني استعارت اغراضك اللي بتطير. انتوا فاهمين عليه وشو يقصد؟ جهاز الطيران تبعك استعارته. اوه قصدك هذا؟ ايه. شو؟ لحظة، اذا انت لبسهم هو شو اخذ؟ اوه انت اكيد خدت بالغلط اوزان المعصم والكاحل مالتي بدال اختراع منصور. انا حطيتهم هناك وبعدين اختفوا. اوزان؟ معلم معلم مطنط معلم مطنط. ما طرطشت ولا أطرف. خليل حبيبي أنا رجعت. برافو، لأنه بكرة في عرض الصبح وعرضين المساء.